على كل إن أنا اسمي روني. نحن اخترناك لتكوني راقصة بالفيلم الجديد، اتفقنا؟ أنا بالحقيقة متزوج من قبل، ولحد هلأ أنا ومرتي عايشين مع بعض وما منفترق. رح تتزوجي مو هيك؟ بتمنى ما تفكري حتى تفكير بهذا الزلمة. إذا هذا المبلغ قليل رح زد لك إياه، بس بشرط أنك تتركي لهذا الزلمة بحاله. ما توقعت أنك رح تطلع هيك يا روني. شو؟ كيف رح كون؟ لطيف، لطيف كتير، وقلبك كبير لهالدرجة. هذا آخر شي كنت متوقعته منك. كنت مفكرة أنك ما رح تكون منيح معي، بس الحقيقة بينت هلا. هاي البداية بس، استني كم يوم بعد ورح تشوف. نورت حياتي وراح السواد منها، لأنه صار عندي شريكة حياة. مثلك أنت. هي القصيدة ما نعم القافية يا عمروني. قافية؟ يا حبيب قلبي لك أنا ما بحكي شي على القافية، بس تكبر بتفهم. هالشي اللي عم تعمله هلأ بمثابة الجريمة. خيانة إنسانة مثل روبا اسمها جريمة، وكذبك علي كمان جريمة. بس إذا حكيت معك بهالموضوع هلأ رح أعرض راني ولكي للخطر. شو بدي أعمل؟ بلكي يوجي بيقدر يساعدني. هالموبايل بيرن كل ثانية، دا خلقي منه من الناس اللي عم تتصل. يلا كهاني فكري. أكيد ما رح رد. مستحيل. ها؟ شوفي روني، تخيل نسيت البس خاتمي، هو بالبيت، انا نسيت جيبه. خلينا نرجع منشان اخده معي. معقول كهاني؟ صرنا نص الطريق ومشينا مسافه كبيره، كيف بدك انا نرجع على البيت هلا؟ ايه صح، اجتني فكره. شو القصه؟ انت ما مليت؟ انا مليت، بما انه الطريق طويل لهيك انا رح حزرك حزوره لنتسلى. ايه صحيح، لو خطر لنا نحكي من اول الطريق كان مشي الوقت بسرعه. ها قولي، واذا حزرتها شو بتعطيني وقتها؟ بس يكون بعلمك بدي شرط محرز. طير قدامه طيرين، طير ورا طيرين، طير من قدامه طير من ورا، كم طير صار عنا؟ هالحزوره كتير بايخه، صار عنا 3 طيور صح؟ ايه صح. شايفة أنا ربحت. طير قدامه طيرين، طير ورا طيرين، طير من قدامه طير من ورا، كم طير صار عنا؟ 3 طيور. حتى أنا عرفته للحل كمان. آه حلو كتير. لكن يا أولاد اسمعوني منيح وتذكروا هالحكي دائما. إذا شي يوم كنا سوا وأنا قلت هي الحزورة قدام أي شخص غيرنا، فهذا الشي بدل على الخطر. هاي كلمة السر تبعنا. انت ما عم تتنفس؟ لكي شو بكي حبيبي؟ كهاني لكي جت النوبة. بسيطة حبيبي طول بالك. راني اعطيني ابرة من الشنطة. لا شو هالحظ ماني جايب الابرة. روني ما معي ابرة، ولكي كتير تعبان، بترجاك خدني على شي صيدلية لاشتري له ابرة سرعة. يلا استعجل. ايه قولي يلا يلا اهدي يلا شوي. لكي يعني ما لقيت تمرض غير هلا؟ على كل حال أخو حبيبتي بكفة والدنيا بكفة. كهاني قصدك إنه عمو روني مثل تاكور مو هيك؟ بنحكي بعدين، هلأ خلونا نهرب. راني الشنطاية. انزل.
أخي وينك أنت؟ شو بدك؟ خليني أكون وين ما كنت. مفكر فيني أنسى بهالسهولة؟ الشي اللي عملته معي؟ يعني حسابي وبطاقتي الائتمانية جمدتهم، هذا كله على الفاضي. أنت ما رح تستفيد شي صدقني. وما حكينا أنك نسيان احترام أخوك الكبير. وشو ما حاولت تعمل معي أنا رح زبط أموري على الآخر. يعني أنت بتجمد لي حسابي وأنا بسحب كاش؟ هاد غير أنه المصاري اللي معي بتكفيني أتجوز 360 مرة. 360. شو ما بدك تساوي تساوي. هلأ على حظي صرت ذكي وبتحسب خطوة لقدام يا أخي الصغير. بس ما في أي مشكلة، لأنه أنا كمان ذكي. نحن أكيد رح نتحاسب ورح خليك تحكي مع حالك يا سيد ديوك. بتانجي شو رأيك نرقص مثل سكان دلهي؟ ليش هيك عم تشتغل على مهلك؟ استعجل شوي. ايه كملي حكي. عم قلك بدي أرقص مثل أهل دلهي، بس للأسف أنت ما بتعرف ترقص أبداً. لك بتانجي أنت عم ترقص مثل أهل مومبي؟ لا ما عم أرقص، بس في نملة عم تقرصني من تحت القميص حبيبتي. دولي؟ ايه روحي شوفي لي ليش الورد ما وصل لهلأ. ايه يلا رايحة فوراً. هات شبه هو. لا ما فيني شي، عم بتدرب على الرقص مشان الحفلة. ايه حلو، يلا تدرب منيح لكان وانتي كمان. ماشي يلا. روك روناك وينه؟ قلي من الصبح عم دور عليه وما عم لاقي. أنا هلأ بشوفه أمي. طيب يلا استعجل لكان. ليكي ماما شوفي. يا ترى معك رقم كهاني ولا لا؟ أنت مشان شو بدك رقمه؟ منشان رقصة اليوم. ايه مزبوط، نسيت إنه هي عم تعلمك. في ألف شغلة براسي. ليكو نقله. ماشي. خلصت؟ دولي خلي هالعرس يخلص بقى، وبعدها أنا رح خليك تتنفس بشكل طبيعي مثلك مثلي. كهاني! هاي لكي! هاي راني! لأمتى رح نركض؟ بدنا حدا يساعدنا بسرعة. أنا رح دق ليوك. وين موبايلي؟ هالشي بيعني إنه ضل بسيارة روني؟ شو بدي أعمل؟ ايه علينا، مين اللي عم يدق هلأ؟ هذا الحقير شو بده؟ ليش عم يتصل على موبايل مرتي بهذا الوقت؟ خليك عم تلعب لقلك. يلا هربي. لوين رح تروحي؟ بالآخر رح ترجعي لعندي. جونجان أي وحدة من هدول أحلى؟ برأيي هاي بتلبق لك أكتر. عن جد؟ يوك يوك يا ترى فيك تجي معي شوي؟ يلا يوك يلا استني تعال بس معي. لخلص يلا تعال. ليك شوف لي هالأساور لابقين، قصدي مع الفستان يعني. يوك شوفهم هيك جنب بعض حلوين؟ روبا أنا مضطر أحكي مكالمة ضرورية. ماشي؟ جونجان شو أختي؟ ما شفتي بعيونك؟ يوك ما عم يهتم فيني أبداً. هالحكي مو صح، يوك مثل أخوه ما بتهمهم هاي القصص، لا أساور ولا أطواء، ما بيهتموا بهالشغلات بالمرة. روبا أنا مو مشكلتي بالأساور، بس بدي إياه أنه يهتم فيني شوي. أنتي بتهمي وكتير كمان. شو نسيتي قديش بحبك؟ بس ما بيعرف يعبر. يلا تعي حطي هدول هون، انتي روحي على الصالون وانا برتب هاي الشغلات. يلا صح، منيح انك ذكرتيني. رح روح. شو اللي شاغل باليوك؟
أول مرة يا روناك بتحب حدا من قلبك لهالدرجة وخسرت هلأ. وينك يا كهاني؟ وين؟ شو مشكلتها؟ لك أنت وين رحتي؟ يا عيني، حبيبتي هربت مني وتركت القلادة تبعها بالسيارة. أنا بس بدي أفهم شو اللي عم يصير معي. شو مشكلة المرأة إذا جوزها انبسط وتسلى شوي يعني؟ شو مشكلتها؟ ها؟ أنا لازم أشوف يوك بأي طريقة. ليكو، أنا بدي أحكي تليفون، ما تتحركوا لأرجع، انتبهوا على بعض. أخي، موبايلي ضايع، فيني أحكي من عندك؟ تفضلي. شكراً. ماني متذكرة رقم يوك. شو كان؟ يلا لا تاكل هم سيد روناك، رح نلاقي هالبنت والولدين اللي معها كمان ورح نجيب لك ياهم. رجال روناك هون وهنن عم بيدوروا علينا، بس لا تخافوا أنا هون. إيه ما رح يشوفوكم. بترجاك ساعدني يا قدير. سيارة ماشي، رقمها تابع لمومبي، أكيد هي رايحة لهنيك. لازم نتخبى فيها ماشي، ما بصير حدا يحس علينا لو شو ما صار. لو سمحت تفضل. أنا عم دور على بنت بيضة وعيونها كبيرة شوي.
هذا الموقع اللي طلع معنا، بس ما لقيته هون أبدا. لازم لاقيها مشان امنعها من تخريب حياة مرت أخي روبا. هاي الجوازة ما لازم تتم أبدا. معقول هي تكون رجعت على مومباي؟ لازم أرجع أدور عليها هنيك. هذا الموقع اللي طلع معنا، بس ما لقيته هون أبدا. لازم لاقيها مشان امنعها من تخريب حياة مرت أخي روبا. هاي الجوازة ما لازم تتم أبدا. معقول هي تكون رجعت على مومباي؟ لازم أرجع أدور عليها هنيك. يا قدير، لازم روح على مومباي بأي طريقة لأحكي مع يوك. رح تتزوجي مو هيك؟ أصحك تفكري بهالزواج حتى. إذا بدك مصاري أكتر بعطيكي، بس بتمنى تتركي هالزلمة بحاله بقى. ما كنت فهمانة عليه أبدا، كان معه حق يعصب ويكرهني. لازم ما أخلي هالكره والتعصيب يضل بيننا. وصلنا على مومباي، صرنا بأمان هلا. يا سيد يوك، ارتاحوا شوي. كل شي منيح، ما تاكلوا هم. ايه رح اجيب لكم شوية اكل. ايه ايه ماشي. شكلك مو اكل منيح ابدا. العصفور عم يتسلى والصياد عم يتقلى. شو واقفين عم تعملوا؟ كسروا لي هالباب بقى. يلا تحركوا. كأنه ما في حدا بالبيت. ما تروحوا تدوروا عليهم. يلا تحركوا، لا تضلكم واقفين. لك شو يعني ناطر اعطيك كرت الدعوة؟ جيبون. ما لقينا حدا. لك شو هالقصة رح يوقف عقلي؟ شو انشقت الارض وبلعتهم؟ شو هالحظ هاد؟ يلا طول بالك شوي. انا برأيي لا توجع راسك ببنت مثل هي. انت بتقدر تلاقي مليون وحدة مثلها واحلى منها لسه. أنت كم أب عندك؟ ها؟ عم اسألك كم أب في عندك؟ بدي سؤال؟ كل العالم عندهم أب واحد، وأنا مثل هالعالم هي.
ولتزيد معلوماتك، الإنسان عنده روح وحدة. تمام. ومجرد أنها تروح، إيه؟ ما رح ترجع مرة تانية. فهمت؟ مستحيل ترجع. ما رح ترجع. ما رح ترجع. خلاص ولك. طلبت منك السماح. سكوت. سكوت. وأنا نفس الشيء، عندي روح وحدة. وإذا لسه بتغلط فرح تكون نهايتك على إيدي. عم تفهم؟ كهاني صارت ملكي أنا. لا، ما فيني أترك الأولاد هون ولا بقدر أروح على الشرطة. السيد يوغ هو الوحيد يلي بيقدر يساعدني. شو بدي أعمل؟ لك وين بدي روح هلا؟ كيف بدي لاقي أخي وكهاني؟ حاضر. انتبه على كل شيء. يوغ؟ وينك أنت مختفي والكل عم يدور عليك؟ وأخيراً بيّنت. ممتاز. ليكون بعلمك، أنا طول الليل كنت طالع وعم دور عليك. صار فيني أشرب الشاي. آه، طعمه بجنن. يسلم إيديكي يا أمي. عن جد؟ على فكرة كتير متضايق من عملتك هاي، وعلى فكرة جاع بالي نتفك. لا لا، مو تنتيف. أمي، مسيكي الفنجان شوي. جاي على بالي اضربك كف قوي على وشك، بس ما بيطاوعني قلبي، خصوصا انك رح تصير عريس عن قريب كتير. رح تكمل فرحة حياتك، وانا واجبي كأخ كبير وقف وشاركك بهالفرحة. مو بالعكس، ما لازم خرب عليك فرحتك. امي حبيبتي اعطيني الشاي. صح، اخوك في معه حق. شو هالشغل يلي اخرك كل هالوقت؟ ما تشغلي بالك مرت أخي، إجاني اجتماع واضطريت أنه سافر. هذا كيف رجع يا ترى؟ يلا روح اتحمم وغير ثيابك، وأنت شرف معي شوي لجوا لنظبط القائمة. ايه ايه حاضر ماما، برجع لك. ماشي يوك. مانك على بعضك من يومين، شو اللي موترك هالقد؟ شو صاير؟ ولا شي مرت أخي، كل شي منيح. كهاني هي السبب مو؟ عدو ليكو، ضروري كتير انه اروح هلا. بدي تضلوا قاعدين هون وما بتتحركوا لحتى اجي. لوين بدك تروحي؟ بدي حط حد لهالقصة، لوقف هالكذب وهالخيانة وحل سوء التفاهم. ديروا بالكن على بعض، أنا ما رح طول. لا تقلقوا علي أبداً. إيه؟ يوك، مخبي شي ما بدك ياني أعرفه؟ لما كانت كونجان عم تاخد رأيك بالذهب كان عقلك مو معك. لتكون مو مبسوط بهالجوازة ليك، فيك تقلي كل يلي بقلبك بدون ما تاكل هم. لا، ما في شي من هاد. أنا مبسوط بس مضغوط. تعرفي أنت كيف هو وضع الشغل. شو هذا يلي صار؟ كنت مع كهاني ليلة مبارح، كيف رجعت على البيت؟ كهاني وين صارت؟ لازم قابل السيد يوغ بأسرع وقت. كهاني، بدك تعرف؟ ايه تعال لخبرك. كهاني قصة بالكتاب، روح جيب وقراها. ليك انا ماني عم امزح معك. لما الموضوع يكون بخص كهاني ف
فمثل هيك موضوع ما في مزح ابنه. سامحني يا سيد يوك، ما قدرت أعرف حقيقة روناك. إجت أوامر من السيد روناك، أول ما تشوفوا الصبية امسكوها فوراً. كيف رح أقدر فوت على البيت ورجع له على الباب؟ لازم لاقي طريقة ما خليهم يشوفوني. هاي لحظة شوي، وقفوا، فهموني مين انتو؟ الراقصات. راقصات، طيب ماشي، فوتوا. هاي انتي وقفي شوي، ليش لابسة غير رفقاتك؟ لأنه رأسي وطريقتي بتختلف عنهم كتير. يلا تركني فوت بسرعة، أحسن ما خبر الكل هلأ أنه حضرتك سبب تأخير الحفلة، عم تفهم؟ فوت ولا لا؟ فوتي يلا فوتي، تفضلي شرفي. وهي البنات وصلوا، يلا نادوا للعرسان لتكمل الحفلة. أنا هون يا خالتي، وبدون وجودي ما بتكمل الفرحة. ايه طبعاً بدونك ما لها طعمة. مين غيري بحل الجو؟ ولا مستقلي فيني يا خالتي؟ يلا جاي. وهي صار وقت الحفلة، وأخي صار عريس. لك شو اليوم الحلو هاد؟ يا عيني شو هالرقصة؟ لسه ما شفت شي. أيوة. صح أنه أخي معارض فكرة زواجي ومزعوج مني، بس أنا رح كون مبسوط بحفلة زواجه، ورح تكمل فرحتي أكتر لما تصير كهاني ملكي. ممتاز. ليكون بعلمك أنا طول الليل كنت طالع وعم دور عليك. لما الموضوع يكون بخص كهاني، فمثل هيك موضوع ما في مزح ابنه. إذا بشتغل رقاصة، ليش حضرته دائما بشكك بشخصيتي؟ كهاني صاحبة الشغل رقاصة، بس أنقذت حياة مرت أخي كمان. مستحيل تكون السبب بتخريب حياته، يعني ممكن يكون كل الحق عليه لأخي. ما رح أعرف الحقيقة غير من كهاني، مو حدا تاني. لهيك لازم أعرف مكان كهاني هلأ. يوك، ليش واقف وعم تحكي مع حالك وتقول كهاني؟ شو القصة؟ بصراحة هي يلي جهزت كل الترتيبات لهي الحفلة، لهيك عرسها بنفس الوقت. بدك ياها تترك عرسها وتجي ترقص بحفلتك؟ يعني معقول هذا الحكي يا ابني؟ تعال بسرعة، الكل ناطرينك. جاي. ما عم صدق إنك عريس. ابني الصغير كبر وأخيراً. يلا ما تتأخر علينا. حاضر.
العفو. شو انت عم تسمعيني؟ مين انت؟ يعني عندك مشكلة بالسمع؟ ولا لسانك مربوط؟ إذا حكيت أي كلمة رح يعرفني وأعلى. شو بدي أعمل هلا؟ هي أسي لك هي ردي علي. شو يعني انت خرسة ما بتحكي؟ أيوة هيك لكان. أنا حكيتك من شوي بس انت ما رديتي. مو مشكلة ما يهمك. انت اجيتي مع الفرقة. فهمت. طيب ليش حاطة هالشال على وشك وعم تتمشي؟ بدك ترقصي بالشال يعني؟ ايه تمام. عم تدوري عليهم يعني؟ طيب طيب ليك اسمعيني، انا بصراحة شفتهم رايحين من شوي من هون، لهيك روحي على يسار وكملي دغري وبتلاقيهم. لحظة. بدي أسألك، دائما بتلبسي الثياب اللي إلهم ربطات؟ أنا كشفت. أنا ما قصدي شي بس ذكرتيني بثياب حبيبتي، لأنه هي دائماً بتلبس هاي التياب اللي إلها ربطها. يعني حبنا بلش تماماً من غرفة تبديل التياب تبعنا، يعني الحب من أول نظرة. استني دقيقة، واقفي. أنا صري ساعة عم أحكي مثل الراديو وإنتي ساكتة ما حكيتي شي. أقل شي ورجيني وشك. لا تخافي مني، صح إنه شكلي بيوحي إني قليل أدب شوي، بس بالعكس أنا شخص كتير مؤدب ومحترم كمان وأكتر ما بتتخيلي. على فكرة إذا ما شفت وشك هلأ فأنا أكيد رح شوفه وأنت عم ترقصي بالحفلة. ورجيني إياه. أنت شو قصتك؟ شو ما بدك؟ حبيبي روناك؟ وينك أنت؟ شو يلي عم تعمله؟ ولا شي يعني، بس هي الأنسة كانت ضايعة عن الفرقة تبعها، ما عم تعرف كيف بدها توصلهم. أنا كنت مارق من هون شفتها ودليتها كيف توصلهم حبيبتي. هنن هنيك، كنت عم دلها على مكانها. أنا رح آخدها ولا يهمك. يلا شو ناطرة؟ شوي ورح يبدو العرض، رح وصلها. يلا تعي. يلا ست روبا. انتي كهاني؟ ايه انا. بصراحة بدي خبرك موضوع مهم كتير. الموضوع القلادة اللي هديتيني. ايه انا بعرف، اكتشفت اني عطيتك القلادة الغلط. بس انتي شو يلي جابك لعنا؟ انا بعرف انه اليوم عرسك. لا تقلي لي تأجل العرس. إذا هيك منيح لأنه قدرتي تجي لعنا. حماتي ويوغ وغونجان رح يفرحوا كتير فيكي. روناك الحقير، هلأ عرفت ليش خبى علي هالقصة. يلي محيرني ليش يوغ ما خبر روبا لهلأ مع أنه بيعرف كل القصة. أنا بعرف قديش بيحب مرت أخوه. يمكن هذا الحب يلي خلاه ساكت لحد هلأ، ما بده يكسر له قلبه لما تعرف حقيقة جوزها الحقير. هو مو قدران يكسر قلب مرت أخوه. ما لازم خبرها، لازم أحكي مع السيد يوغ وقول له الحقيقة. شبكي بشو عم بتفكري؟ كان بدك تخبريني شي مو؟
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.